حملك الوالدين الله يرحم الوالده الله يسر لك الامور. وحنا عارفين اللي كاين اخي ايوب والله حنا عارفين ما كاينش اللي يدير معنا هادشي ما كاينش ما كاينش كاين طفي التليفون ما كاينه فهمتي اللي يغوت عليه يقول لك تقطعني صافي انا خدمت لك صافي سالين انا عارف هادشي والله الا الصراحه زعما راه ما كاينش زعما اللي يدير معك بحال هكا. وشكرا بزاف اخي ايوب وسمح لنا بزاف الله يرحم الوالده الله يسر لك الامور الله يبارك لك في الرزق ديالك الله يسر لك امور الجميع ان شاء الله اي حاجه باذن الله تيسر. الله يحفظك اخي ايوب. الله عليكم يزاك خو حلينا دابا هذه درنا لها نص حله اصلا حنا كنا دايرين لها نص صده. فوالا عندك ها هو القهوه لا غراتويتي ها هي الكيسان ها هما فوالا كيسان شي حاجه مزيانه خليني من دوك الكيسان نقول لك. بالنسبه للغدا الاخ ابو الوفاء فوالا ها هو عندك لا غراتويتي هذه وعندك القهوه ذوقها ورد علينا الخبر عقبال شي 5 كيلو ان شاء الله نصيفطوها لولايه فيرجينيا وصحابك تا هما. انا غنحل ونعطيك بورت فلتر اللي قلتي لي ها هو غنبدل لك هذاك اللي محلول درت لك ديال الشقبه كنتي حل لي بغيت الاخر ديال الشقبه انا حسب لي هذاك اللي كتقبه كبيره ساعه تبغيتي هذا انا شوف هنا عندي دوبل باك انا نزيدو لك دابا تا هو فوال ها هو اخويا دوبل باك وانت شكون بحالك اخويا ياسين يلا تبرع مع راسك اخوان بعد خطره شي واحد كياخذ شي ماكينه بشي ثمن كيعاد بالو خداها بشي ثمن مزيان كيكون كيقول لك مثلا لا راه عطاني هذا راه ديال الكاجي فين ولكن راه الومنيوم هذا راه الومنيوم باش تعرفوا ديال الومنيوم هانتوما شوفوا هنا شوفوا الشيشات شوفوا هذا راه جاي نص كيلو ديال النحاس شوف ها هو هذا وشوفوا هذا يعني هذا الدوبل ديالو جاي شي 4 ولا 5 مرات فرق كبير ما بين هذا وهذا وهذا كيركبوا لك الماكينه وكينقص لك في الثمن والماكينه اصلا روسيف اللي معودين لها الخيوطه نديروا مع الدروك على بالك انت راه واخد ماكينه مليحه نصيحه لاي واحد شي نقطه من برا راه يقدر ينعكس سلبا على شنو كاين لداخل راه اللي ما بينش وجهه في فيديو واخا نكون انا راه دائما كنقول وما تتقداوش من عندي تحيه للجميع وما ديرها كمعلومه خاطفه. المهم ندوزو للمسكي فوالا عندك بورت فلتر هذه ها هي زدنا لك دوبل باك لا غراتويتي فيها كيسان فيها قهوه فيها ديتيرجون فيها شنو اخر فيها واحد لي فلتر حتى هما فلتر ديال 7 8 غرام وفلتر ديال 16 17 غرام سي بون هادشي اللي كاين خليك معايا انا غنبدل لك البورت فلتر الحيط ديال النيكات وندير لك هذا سي بون ها هو حيدو وغنديرو لك هذا سي بون ها هو ركبنا وحيدنا هذا دونك الله يدخل في الصحه والعافيه الوغ غادي نديرو سيرفيس ديال ليكسبيديسيون المعهود بدون ذكر الاسماء ديال اشمن سيرفيس غنصيفطو سيرفيس ديالنا ان شاء الله باذن الله تعالى ديال اكسبيديسيون انترناسيونال سواء هذاك اللي كتسوق لي بوستو المهم اللي غادي يديو شي ثمن مزيان. اول الاخوان هذا السيد من امريكا غيخسر عليها تقريبا واحد 1500 قول ما بين 1500 و 2000 درهم غير ترونسبور واش على قله الماكن في امريكان واش على قله الماكن في امريكان يعني هذا راه بغى التعامل بغى التعامل بغى بزاف الحوايج زيد عليه جابني صافيه فوالا ها هي ان شاء الله هذه راه سدينا غير نص سده هادشي كامل ضربنا معاه نص سده ها هي هذه راه 15 ها هي شو هانتوما بحال هكا السلعه خاص تخيل باللي راه كيديروا لها خاصك تكون داير لومباراج مليح فوالا هذه راه نص سده يعني قبل ما تمشي غيدار ليها غيدار لها سوبر فيزا عاد باش تحلها ثاني وتقلب عاد باش تمشي وغتحل ثاني ولا غدوز في السكانير في الديوان عاد باش غادي تدخل ثاني السكانير وغادي توصل امريكا دونك هادشي راه ما ساهلش الاخوان دعوا معنا امور تكون بسلام ايوا ان شاء الله بخير غتكون علاش لا وسمحوا لي راه ما كنحطش لي فيديو في فيسبوك سواء في الباج سواء في الجروب كنحاول انني نديرو في يوتيوب نتوما وجهي والله يا سيدي ما كنلوحو السلعه ديالنا في ماركت بليس اقسم بالله علاش ديك البري دخل عندي بريفي انا والله ما تنقول شي واحد دخل عندي البريفي علاش ما كنساليش هادشي ديال البريفي ما عنديش معاه نيمو التليفون ديالي هادي راه ديالي وبسميتي وفيها لابونمون يعني ما يمكنش ليا شي نهار نطفيها ولا شي حاجه ولكن ديال القهوه اي واحد عيط ليا وشهاده ديال بزاف الناس يدخل يخلي كومونتير اي واحد عيط ليا كنعطي له انفورماسيون فابور الا في حاجه ما يجيبش ليا واحد ماكينه صور شي واحد فشي كوزينه ويقول لي مثلا خويا هاد الماكينه عند فلان دايره قد قد شحال نعطيه عطيه شحال ما كديتي عليه انت داكشي اللي دار معاك فاهم معاه انا راه ماشي محدد ديال الاسعار انا نقدر تجيب لي ماكينه من جوجل نقول لك مثلا هادي شنو الكاركتيرستيك ديالها وهادي الكاركتيرستيك ديالها اما باش نوض باش نقول لك لا هذا ما تاخذش من عنده سير عند هذا داكشي راه ما تنديروش الاخوان ما تنديروش وراه ماشي خدمه هذيك انا ندوي لك على الماكينه ديال جوجل هاد الماكينه زايده على هاد الماكينه هاد الماكينه زايده بحال شي طوموبيله وثاني من عند من خديتي راه بي ام مليحه مرسيدس مليحه اللي خديتها من شي واحد من كارفيس تقدر تاخذها من برا نقيه ومن داخل الموتور العلم بيه الله فهمت وحاجه اخرى مساله ديال ان البومبه كدير الصوت كدير كذا تقدر وحده كدير الصوت وحده لا غير هو الدقات ديال الضربه كيفاش غيكون اما بالنسبه للبومبه كدير الصوت على حسب هي كيفاش دايره اش من ريفيرونس واش اللي عندها القدام داك اللي كي امورتي ديال البلاستيك واش ديال النحاس واش راه سي نورمال وحده ديال البلاستيك وحده ديال القدام ديال الراس ديال النحاس راه غتكون كدير شويه الصوت انت شوف الاداء انت شوف لي الهبطه ديال القهوه السلام عليكم وقبل من هذا اختار الشخص اللي غتقدم لعنده اختار الشخص اللي غتقدم لعنده واللي باين وجهه السلام عليكم الحمد لله وجهنا نقي كنبيعوا بوجهنا ماشي كنطرقوا في سميات ماشي ديالنا اولا سميه قاسمين على جوج ولا تصويره ديال العهد الفينيقيين ولا انا هذا هو وجهي هذا هو سلعتي والناس راه قليل اللي كيعرف المحل
دابا حاليا راه ولاو كيعرفوا الديبو ديالي الثاني اللي كاين في كازا وكيعرفوا الدار ديالي. مرحبا باي واحد، مرحبا بالجميع، كل من اتى الله بقلب سليم مرحبا به والف مرحبا. معلومه فابور سويفي فابور، ما عندناش مشكل حاليا، ما كاينش مشكل، فهمتوا؟ اي واحد عنده مشكل مرحبا، واي مشكل عندنا ليه الحل، الا لك شي مشكل مثلا ضراب بحال دابا حنا مابقيناش كنديروا المينيموكات، عندهم شي كلورات وهذا، هذوك شي كلورات عندهم حل واحد هو انك تصاوب ولدك في التور. التور كاين ثمن، اش الطروفه راه دايره الثمن، خدمت اليد دايره الثمن. العموم تحيه للجميع والسلام عليكم من تبع الهدى، والله يرحم الوالدين. واي ارتيكل بان لكم وعجبكم عندنا مرحبا الف مرحبا، جي شوفوا اولا سيطر الفيديو اولا عيط لي اولا في التليفون. زيت الحياه راه كاين، زيت الحياه راه كاين. تحيه للجميع والسلام من تبع الهدى.